يقول السائل: لدي مبلغ وقدره 50,000 ريال سعوديا، وهو عبارة عن مراتب أو راتب معاش شيخوخة. السؤال: كيف يكون زكاة هذا المال علما بأنه يصرف منه ويقرض منه ولا أعرف له حولا، جهلا مني بمعرفة الحول، وجزاكم الله خيرا؟ المال المتوفر لديك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة كل سنة لإخراج ربع العشر منه، فعليك أنك تحسب زكاة السنوات الماضية وتخرجها لأنها باقية في ذمتك، حق واجب في ذمتك ولا يسقط عنك بمضي السنين، عليك أنك تحسب زكاة السنوات الماضية تخرجها للفقراء والمساكين. نعم.